تفضل. المثل العربي يقول حلية النساء الذهب وحلية الرجال الأدب، والشعر حلية العلماء. الشعر حلية العلماء. الفيلسوف الألماني هيجل قال إن الشعر أبو الفنون لأنه يحتويها ولا تحتويه. فالرواية قد تكتب رواية في 500 صفحة فيك شعر واحد يجيب الفكرة كلها. الله. فالشعر مش والشعر أساسا في زمننا هذا يستهدف، لأن الشعر حافظ اللغة واللغة لغة القرآن، فما بقدرش يهاجم القرآن على طول، يقول يهاجم باللغة. الغريب في الأمر أن العلاقة بين الإسلام وبين الشعر كانت علاقة مش لطيفة قوي، ضدية يعني، وحكم بالإعدام على شعراء، يعني كعب بن زهير أهدر دمه بسبب الشعر، وكان شعراء كثير وقفوا ضد الإسلام، ولذلك كان في عداء غير معلن بين الإسلام وبين الغريب في الأمر. لكن بعد كده أبو عبيدة لما جاء واستشهد أيقتلني ببيت أمرو القيس، العلماء اللي جوا بعد كده فلطفوا الأوضاع بين الإسلام، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، القصيدة المشهورة بتاعت أمرو القيس دي، كان المسكوت عنه في هذه الرواية أن القصيدة فاحشة، وكون ان واحد زي ابو عبيده في صاحب مجاز القران يروي مثل هذه القصيده، يعني ان الشعر ده مش عيب ومش حرام. يعني في تصالحنا. وكما برضو ابن عباس كان ليه دور كبير في هذا، لكن حقيقه الامر ان القران والشعر، وهذا ايضا في حفل الاستاذ محمد حسن العمده في الاحتفاء به، كانت في بدايه الامر العلاقه مش لطيفه بين الإسلام وبين الشعر، لأن حرب فيها أداة من أهم الأدوات اللي هو الشعر، وفشل في الدعوة حوالي 13 سنة شغال ينحت في صخر لدرجة أنه ساب مكة خالص، الحرب محتدمة، وروح راح يثرب المدينة بعد كده. يعني الموضوع خطير جدا. وقال صلى الله عليه وسلم ان من البيان الصخره وان من الشعر الحكمه. طب هي بتقول مين بالظبط؟ وبعدين الرسول صحيح البخاري مش عمر يعني؟ يا الرسول. وبعدين هي القصيده بتاعت البرده عن السعاده وقلب ما تقوله، قال عليها البرده عادي البرده بتاعتها. ايوه بعد ما غير الموقف. بس هي حاجه واحده، هي اللي ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان لا يستطيع ان يكتب الشعر، ولا يستطيع حتى ان يروي بيت شعر صحيح. مين؟ الرسول؟ يعني كان يقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما ينبغي له يعني لا يراد له هذا، حتى لا يتهم بانه شاعر. شوف لا يتشعر بأنه شعر، يعني الشعر والقرآن مش شعر، وهو أصر وما هو من قول شعر، في إصرار لنفي الشعرية عن القرآن. حتى في رواية في احتدام يا أخوان، في رواية أنه في بعض الغزوات كان يوزع الغنائم، فجاء ابتدى في احد كان عند النبي كثير من لا جاء من ريان بن حصن، ريان بن حصن وعباس بن عباس الله يرحمه، فاداهم موزع القنايم، اظن ايه رجع ريان بن حصن وجد على انه نصيبه اقل من الجماعه دي، رجع فبني اتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد حصان يوزع من الغنائم، الفارس له راجل والتابع للسهم والحصن له سهم، أتجعل نهبي ونهب العبيد ما بين عيرينتي
وأمرهم ما بين عيينة والأقرع، فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس وخرج مرداس يفوقان مرداس في موقعه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني زود شجرة أغصان زود شجرة. بعدين يحكيها النبي يتذكر بها، عندما يذكر البيتين دول بيتين بس كان يغلط فيهم. بس مرداس ده مش شعر الخوارج اللي بعد الرسول. مرداس بن ودية ده من شعراء الخوارج اللي بعد الرسول. الخوارج ده بعد الرسول. لا لا هو اسمه ممكن يكون معاصر لي. لا هو غير الراجل هو لبيب عاش لحد العصر الاموي. عيينة 45 سنة. عيينة بن حصن. الأقرع بن حابس مخضرم. لا مش الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس. واحد من مرداس. غير مرداس بتاع الخوارج. غير مرداس بتاع الخوارج. ما كان حسن ولا حابس. شاب كان مرداس في موقعه. فكان يغلط فيها. لأنه ما علمناه الشراء وما علمناه. طيب أنا في أبيات يعني بينتصر فيها العمدة للشعر. يقول لك والشعر ليس قصيدة عرجاء بادية النتف، والشعر ليس صفيحة يلهو بها طفل دنف، ليس القصيد هو الكلام يرصه شيخ خرف، الشعر هندسة الشعور وإذا استقام وما انحرف. يا سلام يا سلام. هذا الكلام العمدة يعني أنت المقولات عن الشعر من بينها مقولة العمدة. النزار خبان بيقول الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. والعمدة بيقول الشعر ليس قصيدة عرجاء بالية النتف، بس أوه مقولة جنبا إلى جنب مع مقولات الكبار لأنه شاعر كبير. ينتصر أيضا للشعر وينتصر للقصيدة ويهندس الشعور. كلمة يهندس بما فيها من علم، بما فيها من علم، هذا العلم الذي يتوافق مع الشعر. سألتفت قليلا قبل الأستاذ حسام حسني الشاعر الصديق. أنا أشكر الدكتور النوبي عبد الراضي في حاجة بسيطة بيعملها، لا تتحدث أو لا تتحدث بالنقد إذا لم تكن محبا. يعني لو ديوان صديق لي أنا مش محب هذا الديوان أو مش متعاطف مع هذا الديوان، المفروض أتنحى عن هذا العمل. فالمحبة وحدها هي التي تستطيع أن تكشف الجمال المخبوء والداخل للديوان متحفزا سيظلم ويفسد الجمال الواضح للعيان. فالعين الحاقد وعين الحاسد لا ترى الجمال، تقع على السيء فقط.